عليك ورحمة الله وبركاته. هذا الأستاذ أحمد جبران، معلم تحفيظ قرآن كريم في جامع أم الخير في حي الصفا عندنا في جدة. خرج يوم الربوع مع طلاب رحلة، طلاب تحفيظ القرآن الكريم، وأصبح الصباح يوم الخميس وصلى الفجر في جماعة. بعد ما صلى الفجر جلس ومكث في المسجد حتى يصلي صلاة الإشراق، وكما تعلمون فضل صلاة الإشراق. لا، والأمر الأجمل من ذلك أنه أصبح يوم الخميس كان صائما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، مات بسكتة قلبية وعمره 23 سنة، هذا المعلم الفاضل. الأمر العجيب، الشباب لمن راح يغسلوه، والله العظيم رأوه رافع سبابته ووجهه مبتسم. وكما تعلمون من علامات يوم القيامة موت الفجأة، ما يستطيع أن يستغفر، ما يستطيع أن ينادي، ما يستطيع حتى أن يوصي، موت الفجأة، هذه من علامات يوم القيامة. حتى يقول زميله، يقول أمس كان معايا، كان يضحك، كان يبتسم، ما كان في شيء، ولكن هذا الموت. اليوم صلوا عليه صلاة العشاء في جامع أم الخير ودفنوه في مقبرة الفيصلية. عدد حضور الناس حتى مع الباب حق المقبرة ما استطاعوا، ما شاء الله تبارك الله، من زحمة الناس. فتذكرت، والآن راح أنزلكم بإذن الله المقطع بعد السلامة دي، فتذكرت كم من مجهول في الأرض يسير بالناس ما يعرفون الناس، كم من مجهول في الأرض معروف في السماء تعرف الملائكة، وكم من معروف في الأرض ولكن مجهول في السماء. شوفوا المقطع. لا إله إلا الله، ما الذي صنعت عبدا حتى يأتون إليك؟ لا إله إلا الله، لا إله، ما الذي صنعت عبدا حتى يأتون إليك؟ لا إله، كما شاهدتم هذا المقطع، من كان مع الله فلا خوف عليه، من سير له هؤلاء الناس كلهم، ربما كم واحد فيهم مستجاب الدعاء. لذلك الإنسان استعد لهذا اليوم، اعمل الصالحات، لا تقول أنا قصر، واترك الذنب، واترك الخطأ، وتذكر من ترك